فضيلة الشيخ، إن جنود المسلمين الآن لا يمشون إلا على الأفلام الخليعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحذر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراؤه وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟ هذا من أعظم الأسباب لعدم الإعداد، الإقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى الإذاعات والتلفزة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة ومن أعظم الأسباب لتسليط الأعداء ومن أعظم الأسباب لحلول العقوبات، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك كون الإنسان لا يتدرب ولا يجد يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدنه على عمل السلاح، هذا أيضا من المصائب والنكبات. فيجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عدة صالحة في الجهاد والقتال، ولا يهملوا، فإذا التعلم وقت نزول الكارثة لا ينفع، إنما التعلم يكون قبل ذلك، يكون بالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. فنسأل الله يوفق ولاة أمر المسلمين لهذا الأمر، وأن يعدل الشباب ومن فيه قوة أن يطالب بذلك ويطلب ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مدربا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.